الأستاذ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ ناصر رابح من قناة الأستاذ الناجح. نكمل معكم اليوم اختبارات الفترة الأولى. هذا الاختبار أو تقويم رقم 5 في مادة اللغة العربية. نبدأ مع السند، أو قبل ذلك لمن يريد تحميل هذا الاختبار يجده أسفل الفيديو برابط مباشر، أو تجدونه في أول تعليق مثبت. للوقت أهمية كبرى في حياة الإنسان إلى آخر. لن أقرأ عليكم السند، يجب على التلميذ كالعادة أن يقرأه مرتين وثلاث أو حتى أربع مرات لكي لا يضيع ثلاث نقاط الخاصة بالبناء الفكري، وهي دائما ما تكون متعلقة بالنص. هات عنوانا مناسبا للنص. ماذا يعتبر الوقت الفائض حسب الكاتب؟ ما هو الشيء الذي يحرص عليه الإنسان العاقل؟ هات من النص مرادفا لكلمة يضيعون ووظفها في جملة مفيدة. لو يركز التلميذ سيتحصل على ثلاث نقاط. دائما البناء الفكري يكون عليه 3 إلى 3.5 نقطة. البناء اللغوي، استخرج من النص صفة مبتدأ وفعلا مزيدا وفعلا مضارعا. دائما ركز يا بني من النص لكي لا تضيع نقاط هباء منثورا. اعرب ما تحته خط في النص. لدينا كلمتين، ويحرص وعندنا يتزود. يحرص ويتزود كلمتين فقط. نذهب إلى حول العبارة ما بين قوسين إلى الجمع. حولها إلى الجمع. الإنسان العاقل ينظم وقته ويستغله أفضل استغلال، ويحرص على أن يتزود فيه من الخير والعمل المفيد. حولها إلى الجمع. علل سبب كتابة الهمزة في كلمة المليئة. المليئة هي من النص. علل كتابة الهمزة، لماذا كتبناها على النبرة؟ درسناها في هذا الأسبوع. الوضعية الإدماجة، يعتبر تنظيم الوقت مهما، عذرا فقط، مهما بالنسبة للتلميذ لتحقيق النجاح في آخر السنة الدراسية. في فقرة لا تتجاوز 7 أسطر تكلم عذرا هنا، تكلم فيها عن طريقة تنظيم وقتك أثناء دراستك مستعملا الفعل المضارع المنصوب. كالعادة إخوتي تجدون الحل أسفل في الصفحة الثانية. البناء الفكري ها هو الحل. كما أعيد وأذكر، الأسئلة أو هذا الاختبار مع الحل تجدونه أسفل هذا الفيديو، أو في الرابط في التعليق الأول مثبت. لمزيد من الاختبارات والدروس، ما عليكم إلا الاشتراك في قناة الأستاذ الناجح. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأستاذ